الأهلية الجنتية مرة أخرى. احتفت جمعية الجنادية باسطوانتها رقم 14 الموسومة ساحة الأطيار، وكرمت عضوها المؤسس مساوي جمال المدعو بعلام. القرص الجديد جاء في نوبة المايا. كما نقولوا احنا عوضنا كل سنة نخرجوا قرص، نوجدوا نوبة ونخرجوا قرص، وكيكون كما نقولوا الظروف تكون مليحة نزيدوا قرص وخد آخر في الحوزي ولا في الحوزي عروبي ولا مديح. احنا نوبات على المايا راح بسكول تاع القرص هذاك نجوزوا برنامج وخد آخر فيها في حوزي فيها مديح فيها يكون منوع مليح. الحفل عرف تقديم الأغاني الخاصة بجديد الجمعية وكذا أجمل ما قدمته الجنادية في مشوارها الفني. الجمعية ستقدم حفلاً آخر هذه الأمسية بفضاء عيسى مسعودي لتقدم أسطوانتها رقم 15 وتكرم الفنان طارق حموش، كما ستقدم مفاجأة لجمهورها. مع الجنادية أول تعامل هو اللي درنا ان انغيستغمون ان كولابوراسيون ان ديو وشقت سلطان الملاح يا سيدي. الحفل عرف حضور جمهور غفير استمتع بأجمل ما قدمته الفرقة الشابة بموسيقاها المتنوعة وبطلتها المتميزة.